نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم بعض النساء باستئجار الذهب من محل بيع الذهب لمدة محدودة، في بعض الأحيان تدفع نقودا كالرهن عند صاحب المحل، فما الحكم في الحالتين؟ لا بأس بذلك، يجوز تأجير الذهب، يجوز تأجير الذهب للتزين به في المناسبات ثم ترده إلى صاحبه إذا انتهت المهم، لا بأس. وإذا طلب منها توثيق بالرهن فلا بأس. نعم.